صباح الخير مشاهدينا. تمارينا لليوم بيلاتس باستعمال الميني بول، هي خصوصا للبيلاتس. وهي التمارين اللي رح نشتغلها اليوم فيها تعملها الامرأة الحامل من الشهر الأول لآخر شهر من حبلها، للأشخاص كمان اللي عندهم ديسك، اللي عندهم أوجاع، كلهم فيهم يعملوا هالحركات اللي هي آمنة مفيدة كتير للكور، للخواصر وللإجرين بنفس الوقت. رح نبلش أول شيء بالوارم أب بالبول. في كتير أشخاص أنا عم بيقولوا لي إنه بدنا حركات للأشخاص اللي عندهم أوجاع. البيلاتس من الرياضات اللي تعتمد للأشخاص اللي عندهم أوجاع، مارسوا معنا هالرياضات وما تخافوا، آمنة بالعكس حتقويكم ما رح تأذيكم. أول شيء straight hand up، بخدها عبي تاني إيد وبنزل شوي، تاني إيد وبنزل منه. بكون عم حمي الأبر بودي تبعي وبكون عم شغل الكور، الستابيليتي، البالانس، وعم نعمل شوية فارييشن بالوارم اب تبعنا. ما ننسى النفس. تو آخر مرة. وان أوكي. نلقط البول بالإيدين بهيدا الطريقة. اللي بدنا نعمله بدنا ننزل سكوات ونرفع البول all the way up وارجع نزل إيدي. 10 9. أنا عم بنزل باخد نفس، أنا عم بطلع فض النفس، الخصر لورا. 5 4 3 2 1. بضلني تحت سكوات بوزيشن، نازل سكوات كمان، باخد البول على اليمين وعلى الشمال. 5 4 3 2 آخر مرة. 1 أوكي. الوارم أب فينا نعيده أكيد مرتين، بس أنا لأنه وقتنا ما بيسمح لنا رح نكون عم نعمله مرة. لنبلش بتماريننا. تماريننا رح يكونوا على المطلة، كوني أنا بعطي مات بيلاتس. رح نكون راكعين على الأرض ورح نشتغل على الراكع أول شيء. فينا نعمل كمان، في الأشخاص اللي عندهم أوجاع بالركب يكونوا حاطين إذا بدهم تكيات على ركابهم لما ينزلوا. رح نعمل نفس السكوات بس نحن وراكعين، يعني سكوات أب داون أند أب. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. أوكي. نحن وراكعين هلأ ننزل، بدنا نحط البول بين الإجرين وبدنا ننام على السايد تبعنا لنرفع الإجرتين ونوطي. الإيد قدام التشست، الإيد الثانية ثابتة على الأرض، برفع وبنزل. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا بلقط البول بإجري اللي من فوق، أوكي؟ واللي بدنا نعمله بدنا نرفع all the way up and down. نلقط البول مظبوط up and down. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
راوند 1 بعدنا على نفس السايد عم نشتغل على نفس الاجر. رح نضلنا لقطين البول بهيدا الاجر ورح نركع بهيدا الطريقة ونعمل باك كيك. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نوت بدي أعطيها بهالحركة، الإمرأة الحامل بأي شهر كان دايماً بتخاف تشد بطنها، قلتها بالحلقات اللي قبل ورح أرجع عيدها، ما نخاف نشد الكور تبعنا، إن شاء الله كلنا بالأول وإن شاء الله كلنا بالتاسع، الكور لازم ينشد لما نضطر نعمل آرتش بالظهر، أوكي؟ الآرتش بتأذينا، نحنا في تقل جايين عليه أو هلأ إذا كنا بآخر تريمستر حنكون أوريدي حاسين بالتقل، سو نحن لنخفف عن حالنا ولنشد العضلات تبعنا ما نأذيهم لازم نشد الكور وما نرخي. هلأ حنشتغل على تاني سايد، بدنا ننام بهيدي الطريقة. هيدا الحركة في كتير بخافوا منها بيقولوا ييه كيف بدنا ننام ونشغل الخواص يصير نحن وبرجننت؟ عادي، في كتير حركات نعملها بالبيت أعمال منزلية بتخوف وبتأذي أكتر من الحركات الرياضية. بالعكس الحركات الرياضية ما تخافوا منها، في حركات بتأذي أكيد بس في حركات سيف مثل هالحركة، بالعكس بتشغل الخواصير، بتشغل الإجرين، الانر ثايز، الأبدكترز وما بتأذي أبدا. 2 1 نلقط البول بالإجر اللي فوق، أوكي، وبدنا نرفع up and down. 10 9 8 7 5 4 3 2 1. هالحركة إذا بلا بول بتشغل الأبدكتر، بتشغل الجلوتس، بمجرد ما حطيت البول شغلت للهامسترينج الفخذ من ورا، وهذا الشيء كتير مهم إنه نزيد على تمارين الرياضية إكويبمنت صغير بيضيف كتير فعالية، وهو إكويبمنت صغير فيكون موجود بكل بيت وفي يتاخد معنا على كذا لوكيشن إذا نحنا منسافر أو نحنا ما منقعد بالبيت. كيك باك كمان لو أنا بلا البول رح شغل بس الفاس، بمجرد ما أنا في بول بين الني تبعي ساعتها أنا عم شغل الهامسترينج الفخذ من ورا بطريقة أقوى. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. تايم ناخد شوية بريك، ناخد نفس، ناخد نفس من البطن ومنفضي منفضي منفضي. نصيحة صغيرة، أكيد بدنا نحس حالنا تعبانين زيادة، يعني أنا هلأ بعد بأول تريماستر بالشهر الثالث دقيت قلبي هلأ واصل للمليون، مع أنه هيك أنواع حركات كنت أعملهم أنا، أعطي صفوف 3-4-5 صفوف بنهار ما حس، هلأ دقيت قلبي واصلنا المية لأنه وأكتر يمكن لأنه في تروب الأغمونال، الجسم فيه تغير، هذا شيء طبيعي، مش يعني ضعاف، مش يعني خسرنا قوتنا، رح نصير أقوى ورح نصير أحسن، وبس إذا الله راد نولد حنعرف إنه نحن هالتسع أشهر من حياتنا ما خسرنا شيء، بالعكس ربينا عضل وضلينا محافظين على نشاطنا الرياضي وما كسبنا كتير وزن، وحنساعد حالنا نخسر الوزن بعد الولادة وحنحس إنه الشيب تبعنا كتير رجعت لطبيعتها للأشخاص اللي بيمارسوا رياضة. كرمل هيك منك لحالك، إذا حسيت حالك تعبانة عم بيطلع دقات قلبك، حاسة حالك أضعف من قبل، هذا شيء طبيعي، ما تنسى إنه هيدي فترة صغيرة ورح تقطع وحترجع تصيري أحسن بعد من قبل. تنرجع نعيد حركاتنا من الأول، بلشنا بالسكوات عركاب اللي هي شيء كتير آمن، بتسيب الفاس
ما بتضايق ركاب. كمان مثل ما قلت فينا نكون حاطين تكاية تحت ركابنا لنحمي حالنا بزيادة. وأشخاص كتير بيخافوا من السكوات بعرف، وبنات كتير بيرعبوا منها بيخافوا بيقولوا لا ما بدنا هيدا، فيها تكون بديل مع أنه ما بتأذي السكوات. We go down، منعلي إيدينا لنشغل the upper body and 10 9 8 7 نعمل squeeze when we go up 6 5 4 3 2 last one. اوكي مننام على جنبنا لنرفع both legs up. احنا ونايمين منثبت الايد، اذا الامرأة بطنها كتير كبير وصارت باواخر تريمستر فيها تكون مهداية بطنها. اوكي كل شخص مثل ما بيرتاح. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نلقط البول بالإجر الفوقانية بهيدا الطريقة. فينا نكون مثبتين، فينا نكون نايمين مثل ما كل شخص بيرتاح. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 بنركع لنعمل باك كيك بنفس الاجر. ومثل ما قلت البول بتضيف على تماريننا الرياضيه كثير ادفانس، بتصير فيها نعمل ادفانس وفيها تكون سمبل مثل هلا ضفناها على هالحركات لنشغل أكتر الهامسترينج الفخذ من ورا، ما نكون بس عم نعمل ايزوليشن على الجلوتس. 4 3 2 1 ننتقل للجنب الثاني لنكف الحركات. البول هون مثلا شغلتها للبول، اول شيء اعتقلت شوي صغيره، خلقت لي قلة بالانس بين اجريي، شغلت لي الكور زياده، وزياده عن هيك شغلت لي الانر ثايز بمجرد ما اني عامله سكويز لتضل بين اجريي. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نلقطها بالاجر الفوقانيه بهذه الطريقة. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 آخر حركة لليوم الكيك باك بإجر اليمين. بنحط البول بهالطريقة، بنركع بنجلس ظهرنا وكيك باك. 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 child pose عليا، ايدينا عليا open knees out اكيد حسب كبر البطن. وللأشخاص اللي عندهم أوجاع بالظهر هيدا الحركة وسبشلي تشنجات، هالحركة كتير مهمة لتفكفك لنا تشنجات. ناخد نفس 5 4 3 2 1 بجلس again برخي 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 5 4 3 2 and 1 وهيك بنكون خلصنا تماريننا الرياضية
اشتغلنا على كل الجسم إذا بدكم، من الأبر بودي للكور للخواصير للظهر لللور بودي، كله باستعمال الميني بول. تمرنوا معنا لتستفيدوا. يعطيكم ألف عافية مشاهدينا، وبشوفكم بكرة.